هيطلع بيتوهم وكل ده حلم ومش حقيقة، وزينات هتطلع مش حقيقية وهيصحى على صدمة. مفاجأة عن الحلقة الأخيرة لمسلسل عمر أفندي. أنا هنادي محمود وتعالوا معايا نعرف الحكاية مع بعض. اتصدر اسم مسلسل عمر أفندي ترند على السوشيال ميديا خلال الساعات اللي فاتت، خاصة مع انتظار وحماس الجمهور لعرض الحلقة الأخيرة النهاردة، وده بعد النجاح الكبير اللي حققه المسلسل بين الجمهور وتطور الأحداث إن مرات عمر هتكتشف الحقيقة وتعرف إنه سافر بالزمن وتعرف على زينات هناك وبيحبها. فيا ترى بعد تطور الأحداث إيه المفاجأة اللي مخبيها المسلسل للجمهور في الحلقة الأخيرة النهاردة؟ تعالوا بقى نبدأ حكاية المسلسل من الأول مع بعض. المسلسل بيبدأ بقصة عمر اللي عايش مع زوجته واللي بتلعب دورها ميران عبد الوارث، وبيعيش حالة ملل في الزمن اللي احنا بنعيشه حاليا، خاصة مع المشاكل والضغوطات اللي بتعيشها له زوجته في البيت. لكن بالصدفة بيكتشف عمر سرداب بيقدر يسافر بيه للزمن ويوديه حقبة الأربعينات، وهناك بيقابل زينات اللي بتلعب دورها الفنانة آية سماحة ويقعوا في حب بعض ويبدأ يستعيد طاقته وحبه للحياة. لكن زي ما بيقولوا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. وبعد ما الجمهور كان عايش مع عمر أفندي وزينات في قصة حبهم الجميلة، قررت أحداث المسلسل تفاجئ الجمهور باكتشاف مراته للسرداب وبتسافر هي كمان لحقبة الأربعينات، وبتشوف هناك بعينها إن عمر بيحب زينات وعايش معاها أحلى لحظات حياته. لكن مراته بتفسد عليهم اللحظة وبتقول لزينات الحقيقة، وبتقرر زينات تبعد عنه عشان خاطر مراته وبنته. وفي خلال ساعات قليلة اتصدر المشهد ده الترند، خاصة ان في تطور للأحداث مع قرب الحالة الأخيرة، وبقى الجمهور مش عارف هو عمر هيكمل مع مين فيهم ويختار انهي زمن يعيش فيه. وبدأت توقعات الجمهور تدور حوالين 3 سيناريوهات، ان عمر من حب الزينات هيختار يعيش معاها ويسافر بالزمن وهيتجوزها في حقبة الأربعينات ويعيش هناك، خاصة بعد ما بقى معاه فلوس يقدر يخلصها من شر أباظة. وتقريبا دي النهاية اللي كل الجمهور كان بيتمنيها لأنهم حبوا الكيمياء بين أحمد حاتم وآية سماحة. أما السيناريو الثاني فتوقع الجمهور إن عمر أفندي هيسيب حقبة الأربعينات خالص وينسى موضوع السرداب، خاصة إنه مش ده الزمن اللي بينتمي ليه، وهيرجع لمراته ميران عبد الوارث وكمان عشان خاطر بنته ويحاول يصلح علاقتهم ببعض. ورغم إن دي النهاية المنطقية للأحداث، لكن الجمهور ما حبش توقعات النهاية دي لأنهم حبوا دويت عمر أفندي وزينات أكتر من وجوده حتى مع مراته، وشايفين إن بكده زينتها تكون اتظلمت وقلبها اتوجع، وده بعد ما وقعت في حبه. اما بقى السيناريو الثالث واللي ده اقرب للواقع، ان كل اللي شفناه في المسلسل من خيال ووهم عمر افندي، وان ولا في سرداب ولا سفر للاربعينات ولا حتى في زينات، وكلها من صنع خيال ووهم عمر، وده بسبب الملل اللي كان حاسس بيه في حياته مع مراته ماجي. كمان في فئة تانية من الجمهور توقعت انه يكون كان بيحلم مش اكتر، وان المسلسل هينتهي بان مراته ماجي هتصحي وهيكتشف ان الشخصيات اللي كان فاكرها من الاربعينات زي زينات ودياستي واباظة موجودين فعلا لكن في العصر الحالي، ومن اعجابه بيهم اتخيلهم ان هم من زمن الاربعينات وقلني سافر لهم. فيا ترى انهي سيناريو فيهم اللي هيكون في الحلقة الأخيرة؟ هنشوف مع بعض.